ذكري ما تخافش على الحديد بتاعك. انا هروح البلدي واستناك. اتاخروا قويك. احنا متعودين كل مره يقطعونا كده. يا بس انا عندي مصالح. خلاص روح انت، وانا لما اعمل محضر التصالح واستلم العربيه هجيب لك الشوال بتاعك. لا انا لازم اخد الشوال بنفسي، قصدي يعني لازم اوديه لاصحابه. راح سليمان القاضي. يا ريس الوصله اهو يا باشا، عايز تلم الكر بتاعي. واحد بس اللي يدخل، انا عارف عربيتي يا زكريا ما تقلقش. مالك؟ ماليش. طب انا طمنت عليك، لا فين الشوال، خليني امشي. انا شفت المصيبه اللي انت مشيلها لي. معلش، هي عمليه وتروح لحلها، عايزين نرجع البلد مليانين مش اي كلام. لا فين الشوال؟ العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتي يا بيه. الشوال ده بتاع مين؟ بتاعك برضه؟ ايوه يا بيه. والبلوه دي برضه بتاعتك؟ فتوه الشوال على البوكس. شكيه يا ست الامين ملهاش حل كده، لابساه كده لابساه. لا شوف لنا حل يا واد عمي. لو طبنجات الصوت لوحدها تبقى قضيه خايبه، بيع سلعه بدون ترخيص وده امرها بسيط يا سيدي. تبقى المشكله فين؟ فين؟ في المواسير. لو خفيناها وهي مزبوطه في محضر الشرطه تبقى القضيه في شنك. دي فاتورة طبنجات خاصة بشقيق المدان سعادتك. انت بتشتري كمية الطبنجات دي ليه؟ يا سعادة البيع احنا صعيدة، وكل ما نروح البلد قرايبنا يطلبوا منا حتتين صوت قال يضربوا بيها في الافراح، منظرة وضربة. زي ما هو ثابت عند سعادتك بمحضر الشرطة ان الحرز فيه مواسير طبنجات حقيقية، وسعادتك شفت بنفسك ان الحرز ما فيهوش. اكتب يا ابني، نأمر بالإفراج عن ضاحي سليمان القط بكفالة قدرها 500 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. يا هو خارج من تعبيده، يلا بيني ده كانوش ليلتين. اسمعني يا هاد، اسمع اللي بقولك يا زكري. يا هاد مع ربنا كرمنا وسلم الحمد لله. ارجع يا زكري، ملك الصالح بيه، من النهارده انت في طريق وانا في طريق، وحد الله بيني وبينك لغايه ما ترجع اللي انت ماشي فيه. مش وقت حساب يا ضاحي، خلينا نلحق القمر. ماشيش معاك في سكة تاني، أو استروح لها روح لوحدك وأنا روح وحدي. المشوار ده ملوش دعوة بالزعل اللي بدنا، خلينا نروح سوا، وبعد كده لو عايز كل واحد يروح لحاله. وقف يا همام، هنزل اسلم على الجماعه وارجع لك. تعال معايا نجيبه بكر، انت عارف انه بيسمع كلامك. قول له اني موجود وهو حيجي معاك. ها بكر رجع؟ ده لسه واخد خلقات وماشي، لو قدمت شويه كنت لحقته. راح فين؟ سافر الامارات. ليه؟ جرى يا معلم ذكري، ده بدل ما تحمد ربنا اخوك دفع 5000 جنيه عشان يسافر. وزينهم فين؟ جوه في المخزن.
بكره اخويا فين يا زينهم؟ يا انت لسه فاكر؟ بقول لك انت انا روحي في مناخير اخويا فين؟ دلوقتي بس افتكرت ان اخوك ما هو مرمي هنا في المخزن بقاله سنين وايام. سيبه يا اخي خليه يسافر ويرجع له برشام من حاله. راح ادور على اخوك في مكان تاني يا زكري. افتكر لازم اشوف امه قبل ما تموت. طب يلا يا زكري على الله نحصله في مكتب السفريات. المكتب مش فوق؟ لا نقلوه. نقلوه؟ ماشي يا بكر، ما دام البنت زينة كده هات لنا ميعاد من اهلي هنجيب امك ونروح نخطبها لك. بس اخواته الاكبر منه لسه ما اتجوزوش يا زكري. اه وايه يعني يا جودي؟ واحنا بنات لازم الكبيره تتجوز الاول. كده لازم اسافر لاهلي وافتحهم في الموضوع. على الله بس ربنا يهديهم ويوافقوا. ما يفوش لي يا شيخ هتفهم من خشمك. هو مش اهلك معاك هنا؟ مش على طول، ساعات بيروحوا البلد ويسيبوني انام عند خالتي. بتحبها يا بكر؟ بحبها قوي قوي يا ياسين.